بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في تصحيح هذا التمرين. التمرين يتعلق بمستوى الجذع المشترك العلمي الدورة الأولى، تمرين في الفيزياء فيما يتعلق بالتجاذب الكوني، هذا الدرس الأول في الميكانيك. إذا يوجد قمر اصطناعي S، هو هذا نقطيًا، إذا نعتبره نقطي، على مسافة دي كتساوي 772.8 كيلومتر من مركز الأرض تي، هو تي مركز الأرض. انظر الشكل، المعطيات، كتلة الأرض ام تساوي 6.10^24 كيلوغرام، خفيفه بزاف 10 اس 24 يعني 24 صفر، قدامه 6. كتله القمر الاصطناعي 500 كيلوغرام. ثم ثابت التجاذب الكوني، هي هذه ثابت التجاذب الكوني، جي تساوي 6.67^10^12 اس اي، اس اي كتعني سيستيم انترناسيونال، نظام العالمي. بون، اعطي تعبير شده قوه التجاذب الكوني، اف القوة منصرفة من طرف تي على اس، يعني منصرفة من طرف الأرض على طبق الأرض على القمر الاصطناعي واحد، نقطة واحد. إذا هنا عندنا إعطاء تعبير، فقط تعبير، التعبير اللي قلنا في الدرس. بو اف تساوي ماذا؟ نعم، اف تساوي جي كتلة الجسم الأول في كتلة الجسم الثاني على المسافة بينهما أس اثنان. مزيان، إذا ما هو الجسم الأول؟ وهو القمر الاصطناعي، والجسم الثاني هو الأرض. وإذا غادي نكتبو جي أو نكتبو العلاقة التالية. إذا ندوزو للتصحيح، التصحيح، إذا السؤال الأول، نعتبر شدة قوة التجاذب الكوني التي يطبقها أو تطبقها الأرض على القمر الاصطناعي. لدينا كما نعرف العلاقة F تساوي Fn أو Ft على N أو على S أو على L، إذا T هي لاتيغ تساوي ماذا؟ تساوي الجي في كتلة الجسم الأول في كتلة الأرض على المسافة بينهما أس اثنان، وطبعا هكا كيعمل القسمة. إذا نمشيو للسؤال الثاني. إذا السؤال الأول كما تلاحظون فهو جد سهل، لا يحتاج إلى تفكير أكثر، فهو استرجاع المعلومات التي رأينا في القسم. مزيان، شو السؤال الثاني؟ بين أن وحدة ثابتة التجاذب الكوني الجي هي نيوتن متر أس اثنان كيلوغرام أس ناقص اثنان. إذا بحال قال لك ألقى التعبير ديال الجي، ومن ثم غتستنتج الوحدة، الوحدة ديال الجي شنو هي. إذا غنمشيو نكتبو العلاقة، إذا نضمن العلاقة هذه غناخدو هاد الجي اللي كاينة هنا، هي هذه تساوي إذا الجي تساوي ماذا؟ إذا الجي تساوي، إذا هاد دي غنجيبوها هنا غتولي عملية الضرب، إم غنجيبوها هنا غتولي عملية القسمة، إم غنجيبوها هنا غتولي عملية القسمة، إذا الكيلوغرام أس اثنان، وإذا غنحاولو نلقاو هذه العلاقة. مزيان، إذا نكتب الجواب. إذا التحقق من وحدة ثابتة التجاذب الكوني الجي، F تساوي ماذا؟ تساوي M في جي دي أس اثنان، وبالتالي فإن الجي تساوي ماذا؟ تساوي F في دي أس اثنان على الكتلة أس اثنان. صحيح؟ صحيح. قدنا إذا باستعمال الوحدات، إذا الوحدة ديال الجي كديرو بين معقوفتين كما كتلاحظوا. إذا عندنا نيوتن، نيوتن ديال اش؟ نيوتن هي ديال F، لأن F هي قوة، وبالتالي وحدتها هي نيوتن. مزيان، ثم في الكيلوغرام أس اثنان، إذا دي أس اثنان، إذا هنا راه بقلوبي، خاصنا نديرو هادي لتحت، نديرو هادي الفوق، بحال هكا. إذا هادي هي الوحدة. إذا كتلاحظو نيوتن متر أس اثنان في كيلوغرام على كيلوغرام أس اثنان، ولا كيلوغرام أس اثنان، إذا هي اللي غنلقاو العلاقة النهائية. إذا نستنتج وحدة الجي هي نيوتن متر أس اثنان كيلوغرام أس ناقص اثنان، ونمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث اش كيقول؟ حدد مميزات قوة التجاذب الكوني اف تي على اس، يعني مطبق من طرف الأرض على القمر الاصطناعي، علما ما هي مميزات القوة. يلا عطينا تذكير، مميزات القوة اللي شفتو في الإعدادي كم هي؟ عددها 4. ما هي؟ نقطة التأثير زيد، خط التأثير زيد، المنحى زيد،
الشدة. مزيان، إذا حدد هاد المميزات أشنا هما، حددهم بالضبط. إذا نمشيو نديرو الجواب. إذا تحديد مميزات قوة التجاذب الكوني، إذا أول ديال الإف مطبقة من طرف تي على إس، التي تطبقها الأرض على القمر الاصطناعي. أول شيء نقطة التأثير، إذا نقطة التأثير هي النقطة إس موضع القمر الاصطناعي مركزه، وبما أنه نقطي. ثم خط التأثير والمستقيم المار من إس هو تي مركز الأرض. ثم قدنا المنحى، المنحى فهو من إس نحو تي نحو الأرض. ثم الشدة، إذا نحددها بالعلاقة إف كتساوي جي، إذا إف تي على إس تساوي جي إم إم على دي أس 2. إذا نعود الآن تطبيق عددي 6.67 في 10 أس ناقص 24، لا عفوا 10 أس ناقص 11 في الكتلة ديال الأولية 500 كيلوغرام في 6.24 كيلوغرام مقسومة على المسافة أس 2. إذا سنجد القيمة هي 4.3 نيوتن. إذا الآن السؤال اللي غيكون من بعد تمثيل هذه القوة، إذا تمثيل هذه القوة، هذه هي القيمة المناسبة ديالنا. إذا الآن غادي نرجعو نمثل على الشكل قوتي التجاذب الكوني اف تي على اس و اف اس على تي بين الأرض والقمر. بطبيعة الحال إلا بغينا نمثلوهم غير حنايا، نشوفو هنايا إذا عندنا هاد القوة الأولى، ومتنساوش بأن السلم هو شحال، 1 سنتيمتر كتمثل لينا 2 × 10³ نيوتن. إذا بالنسبة لينا حنا شحال خصنا، نرجعو للتمثيل. رابعا تمثيل متجهتين اف تي على اس و اف اس على تي، إذا بالسلم 1 سنتيمتر كيعطينا 2 × 10³ نيوتن، وبالتالي 2 سنتيمتر كتعطينا 4 × 10³ نيوتن. إذا خصنا نديرو التمثيل باحترام كل القواعد اللي عندنا. إذا التمثيل اللي عندنا هو هذا، نكرجو هنايا ونديرو التمثيل 1 سنتيمتر، وبالتالي غتكون عندنا هنايا 1 سنتيمتر غير 2. إذا هادي شناهي؟ هادي إف ديال أش ديال إس على تي، إس على تي، وهنايا نفسها في نفس المنحى، في منحى معاكس ونفس الطول هي 2 سنتيمتر، ومنحى معاكس ونفس خط التأثير، وغنسميوها إف. إف ماذا؟ إف تي على إس، إف تي على إس كتكون هنا، و إف إس على تي كتكون هنا. إذا نمشيو للسؤال الخامس. السؤال الخامس أش كيقول لنا؟ كيقول لنا احسب قيمة ارتفاع أش الذي تصبح فيه قوة التجاذب الكوني التي تطبقها الأرض على القمر متساوية ل 25% من قيمتها السابقة. يعني أن تلاحظ قوة جديدة شحال كتساوي؟ كتساوي 25% من القوة الأولى القديمة، ومن ثم بغينا نحسبو أش. وحنا كنعرفو دي شناهي دي، المسافة دي ما بين هاد المسافة دي شناهي دي، اللي من المسافة شناهي هي في الحق راه هاد المسافة اللي هي أش زائد هاد المسافة اللي هي آر. نعم، إذا غنمشيو للحساب. إذا حساب قيمة الارتفاع أش، إذا عند الارتفاع أش يصبح أو تصبح القوة إف بريم تساوي 25% من القوة الأصلية. إذا 25% هي 25% في القيمة. إذا نكتب دي، إش كتساوي دي بريم؟ هي آر زائد أش، المسافة بين مركز الأرض والقمر الاصطناعي. إذا عندنا جي إش كتساوي؟ قوة إش لي كتساوي؟ قوة كتساوي جي في ام كتلة القمر الاصطناعي في كتلة الأرض على ار زائد اش أس 2، وهادي إش كتساوي؟ 0.25 في القوة الأولى اللي هي جي في ام على دي أس 2.
إذا هذه هي الاف بريم القوة الجديدة، وهذه القوة الأولى اللي حسبنا، ونضربها في 25%، نضربها في 25 نقسمها على 100، مزيان. إذا سنحصل على العلاقة التالية، مزيان، نحيد الكتابة. إذا هذا الشيء اش كيعطينا؟ إذا نعوض غنختازلو، منساوش نختازلو هنايا، باش نختازلو، نختازلو هاد بجوج مع هادو بجوج، نختازلو مع هادي، وغنحصلو على بعض العلاقات. إذا نتسمى شنلقاو، نلقاو بأن R زائد H تساوي ماذا؟ تساوي دي إلى جذر مربع 25 تساوي 2 دي. بريم. إذا من تما غنلقاو نستنتج أن أش كتساوي دو دي ناقص إر، و أش كتساوي جوج في القيمة، وبالتالي النهاية نحصلو على هذه هاد القيمة اللي هي تقريبا عندما نعوض سنجد القيمة المناسبة. إذا اللي هو المهم عملية الحساب سنحسبها. إذا هذه الطريقة، وهكذا تمت الإجابة على هذا التمرين. نشكركم على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.